من وين يجينا تسمم الاكل؟ وليش ناخذ هذه كل الاحتياطات بالستاندرد العالمي اللي هو الايزو هاسب للمطابخ المركزيه؟ بالمناسبه هذا اللي يمشي هني بالمطبخ المركزي يمشي في مطبخ بيتك او مطبخ بيتك. نفسه لكن على خلينا نقول انلارج او صوره اكبر. زين، من وين يجي التسمم؟ من ثلاث شغلات اساسيه نسميهم فروم فود تو فود، واللي هو يصير لو خذينا مثال، خلينا ناخذ مثالين نسولف فيهم. على سبيل المثال الدياي المجمد او الدياي العادي اللي هو شريناه الذبح الفرش هذا من المكان اللي يقصون او من الجمعيه هذا الدياي المبرد، اوكي؟ جبنا صدور دياي، جبنا فخاذ دياي ايا كان، وبلشنا نبي ننظفه. الخطا الشائع يصير انه يصير تكتكت عليه ماي من الهوز او من المغسله. الطشاشير اللي تطلع اليوم من الماي اللي طاحت على الدياي، هذه الطشاشير غالبا راح تكون توكسيك، سامه، ملوثه، فممكن انه تاخذ رينج دور مدار الغسيل، لان تدرون قد يكون ماي حاره بخره، قد يكون ماي ارتد مره ثانيه، دور مداره على البكتيريا خذت محيط، والغالب الدياي منه سالمونيلا. هذا مثال. مثال ثاني من الفود تو فود، دام نسولفنا عن الدياي خلينا نسولف على اللي من الدياي، البيض. اوكي، قبل الحين ما حد يسويها، قبل كانوا المجسمين يشربون البيض كذي، الحين ما حد قام يسويها خلاص، لكن الحين في ناس تحب تاكل البيض على الطريقه اللي هو نص سوى. هذه قد تكون كذلك خطره اذا كانت الدياية او ما بعد لما صارت بيضه بعدين وكانت في وسط ما هو وسط نظيف او داخل البيضه، ممكن كذلك تنتقل عندنا البكتيريا، لكن اذا انطبخت بدرجه الحراره الكافيه تروح البكتيريا.